الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، أبناء وبنات الشباب، حياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وقفات شبابية. هناك أسئلة تردني الحقيقة من الشباب، من هذه الأسئلة أسئلة غريبة جدا يعني، وهذا يذكرني فعلا يعني شيخنا رحمة الله عليه عبد الله النوري اللي ألف كتابين أو ثلاث كتاب من غريب ما سألوني. فعلا هناك أسئلة غريبة ترد للمتصدين للقضايا الاجتماعية. من هذه الأسئلة يعني ياني واحد أبو يتكلم عن ولده الشاب، يقول ولدي يعني الحقيقة رجل صالح مو مقصر معي ويبرني بر كبير ما دام كان لما كان عندي في البيت. الولد تزوج، من تزوج طلع من منطقتنا قام ما هي إلا بالشهر والشهرين مرة، قال أنا ما أبي منه شيء، الحمد لله عندي خير وكل شيء ما أبي منه شيء، بس شفقة الأب على ولده أبي بس أشوفه. الحقيقة يعني هذه الشكوى لأول مرة أسمع مثلها. العادة يعني آباء يشتكون عقوق عيالهم، بس إن لون من ألوان العقوق أن ما يزور أبوه، وأن الأبو يشتاق ما يبي شيء بس بيشوف ولده ويشوف أحفاده ويحرم الولد من هذا الحق. الحقيقة هذا شيء الحقيقة يعني يعور القلب. وأنا أخاطب الشباب أبنائي أحبة وبناتي، ديروا بالكم، هذا أبوكم وهذه أمكم، هذه أعز الناس عليكم، هذه اللي الله سبحانه وتعالى أوصى فيهم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ديروا بالكم. الأبو والأم لها حوبة والأم لها حوبة. في بنت اتصلت فيني قالت لي يا شيخ أنا لو أواريك جسمي في كل بق في كل متروس بقع زرقاء من الطق. قلت لها من يطقك؟ قالت زوجي يطقني. إيش حق يطقك زوجك؟ قالت ما يطوف يوم إلا طراقات ورفس وطق في كل مكان من جسمي. قلت ليش؟ قالت زوجي مدمن خمر وتزوجت أنا على حب، بالرغم أنه هو مطلق وعنده بنت من الأولية. قلت حق أبوي أنا أبي. قالها يا يبا هذا مطلق وأنت شابة صغيرة، إيش تبين فيه؟ قالت إلا أبي، وإذا ما أعطيت ونياء انحاش ما انحاش سوالف الشباب. رضخ الأبو مسكين وهو كاره والأم كارهة، لأن يبون يحبون عيالهم، ماكو أبو يكره عياله، يحب ولده ويحب بنته. قال يبا هذا مو ثوبنا، ما يصير مطلق تزوج أنت تزوجي واحد شاب. قالت أبي. هاي البنت قاعد تقول لي هالكلام، تقول ياخذ بطاقتي وأنا عندي مركز كبير بالدولة، منصب كبير وخريجة جامعية، ياخذ بطاقتي يسحب معاشي كله. أبوي توفى ورثت منه مبلغ كبير، خذ المبلغ كله وبنى فيه بيت حقه باسمه وياخذ معاشي كامل، وأنا أربي بنته من زوجته الأولية وكل يوم يطقني، وأنا يعني مو ماخذ منه شيء، حتى حق شرعي مو ماخذ منه. هني شنو السؤال اللي يتبادر لواحد يقول له هالقصة؟ شو يقول لهم؟ أول سؤال قلت لها أنت شنو مستفيدة منه؟ قالت مو مستفيدة منه شيء. زين إيش حقه صابر عليه؟ إيش حق ما طلبت الطلاق؟ تدرون إيش قالت لي؟ هذه العبرة هني في هذه الحلقة. شنو قالت لي؟ قالت هذه حوبة أمي وأبوي اللي أنت زوجته غصبا عليهم، عيالي بناتي ديروا بالكم تأذون أبوكم وأمكم بكلمة أو بتصرف، فالأب والأم لهم حوبة. شوفكم بعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، أبنائي وبنات الشباب، حياكم الله بعد هذا الفاصل. ما زلنا نتكلم عن الأسئلة الغريبة اللي أسألها
من قبل الشباب أو من يشتكون على الشباب. يعني شاب اتصل فيني قال لي أبيك يعني في مركز جمعية مشاء الخير، ولأول مرة بحياتي يعني أسمع شكوى من شاب بهذه الدرجة أو بهذا النوع. أنا كانت مفاجأة لي. قال لي يا شيخ أنا أكره أبوي ما واطنه. قلت له ليش يا يبا تكره أبوك؟ قال ما أحب أبوي، أبوي ما علمني على خير، أبوي لا يصلي ولا كذا وعلمني على كل شيء فاسد ما أحبه، هل أنا أثم ولا ما أثم؟ هذا سؤاله. وأنا أناقش معاكم هالقضية هذه أيضا قضية خطيرة. الغريب إنه مو الوحيد، هو وراء عدة شباب يوني عدة سنين يقول نفس الشيء سواء بالاتصال أو يوني في المركز، إن أنا ما أحب أبوي، والسبب إن أبوي كان يطقني، أو السبب إن أبوي كان يعاملني معاملة قاسية، أو السبب إن كان أبوي إنسان فاسد أو شارب خمر إلى آخره. شنو كان جوابي لهم؟ سمعوا الجواب عدل، أبيكم تصغون إلى هذا الجواب بقلبكم مو بأذنكم. شوفوا يا شباب، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يحاسبك على اللي بقلبك، ما يقول لك ليش ما حبيت أبوك أو ليش ما حبيت أمك، الله يقول لك ليش ما بريتهم، الله يقول لك ليش عقيتهم. شوفوا الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى يضرب مثل عن أبوين كافرين يبذلان جهد كبير جدا عشان يخلون ولدهم كافر. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ذلك؟ يبذلون جهد كبير عشان يخلون ولدهم كافر. الله يقول بعد الآية كتسمونه وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن الله سبحانه بعد هذا الأمر قاعد يقول لك صاحب الدنيا. الله ما يسألك عن قلبك حبيت أبوك ولا ما حبيته، بس لك انك بريته ولا ما بريته، عقيته ولا ما عقيته. اذا طلب منك شيء هذا الاب الفاسد او الاب الظالم او ابو القاسي او الاب اللي ما وقف معاك بشيء ابدا تركك بروحك، هذا الاب اذا طلب منك شيء اطيع ولا ما اطيع؟ مو بالمعصيه طبعا، لا طاعه المخلوق معصيه الخالق. طلب منك وصلني المكان الفلاني، قال لك عطني أبي مبلغ معين، عطني أبي 1000 دينار أو 500، وأنت مقدورك تعطي، تعطي ولا ما تعطي؟ تسمع كلمة قاسية ولا لا؟ ترده ولا ما ترده؟ هني العقوق يبين، هني يبين العقوق، هني يبين إذا أنت إنسان صالح أو إنسان مو صالح. بالرغم من هذا الأبو اللي قاعد يقسو عليك وظلمك وما وقف معاك وما مارس أبوته معاك، مع ذلك أنت لما طلبك نفذت اللي يبي إذا ما كان في معصية، وصلته قلبك ما يحبه الله ما يسألك عن القلب، ولكن الله يسألك عن معاملتك معه، معاملتك معه. فديروا بالكم، ديروا بالكم، لأن الله سبحانه وتعالى حتى هذا الأبو الفاسد والأبو الكافر يطلب منك أنت أنك تعاملهم معاملة طيبة. إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن شنو؟ وصاحبهم في الدنيا معروف. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم من كل شر واجعلكم أبناء بررة إن شاء الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.